هكذا بدا المشهد في ميدي. وحدها المدافع كانت يقظة تحرس معها تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المدينة، تقدم تمكنت من خلاله قوات الجيش مسنودة بالمقاومة من تحرير مناطق الكهرباء والعشاش، مخلفة العديد من القتلى في صفوف الميليشيا الانقلابية. مصادر عسكرية تحدثت أيضا عن تمكن الجيش الوطني المسنود بالمقاومة من السيطرة على قرية المخازن والوصول إلى محيط المجمع الحكومي في ميدي. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت مواقع مختلفة في مدينتي ميدي وحرض، حيث أعلن المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة بميدي في بيان له عن مقتل 28 مسلحا من الميليشيا وإصابة 40 آخرين خلال الضربات الجوية. المواجهات في جبهة ميدي لم تتوقف، بل تشهد حالة من الكر والفر بشكل مستمر في وقت تحاول فيه الميليشيا استعادة مواقع حررها الجيش الوطني، لكنها باءت بالفشل.